هذه الكاميرا اللي أكلمكم من خلالها ونظام الملاحة والجي بي اس اللي في هواتفنا وأشياء كثيرة ما كان الإنسان بيقدر أنه يخترعها لولا عبقرية أينشتاين. كل حد يعرف أن أينشتاين شخص عبقري في التاريخ، لكن قليلين اللي يعرفون شو اللي قدمه بالضبط للبشرية. قبل كم شهر مرت 100 عام على اكتمال النظرية النسبية العامة اللي غيرت مفاهيم كثيرة في العلوم وساعدتنا على غزو الفضاء. لكن من هو ألبرت أينشتاين وكيف غيرت نظرياته مجرى التاريخ؟ نشأ أينشتاين في عائلة بسيطة في ألمانيا. أمه وأبوه كانوا يشتغلون في محل يبيعون فيه ريش الوسادات ويصلحون الأدوات الكهربائية، لكنه امتلك عقل فريد جدا، وكانت أول مرة يتفكر فيها في الكون لما أبوه عطاه بوصلة، فكان يتساءل عن سر القوة اللي تخليها متجهة للشمال دائما، وكان يتخيل ويتساءل ماذا سيحصل لو استطاع أن يركب شعاع من الضوء. تخيلوا ولد صغير يفكر بهذه الأفكار الجميلة. هالأفكار وغيرها كانت الأساس للنظرية النسبية اللي تعتبر اليوم إحدى القواعد الرئيسة في الفيزياء. كان من البديهي فوز أينشتاين بجائزة نوبل لقاء نظرياته المذهلة، ولكن النظرية التي منح لأجلها الجائزة ما كانت النظرية النسبية، بل نظريته حول التأثير الكهروضوئي اللي فتحت الأبواب لنظرية ميكانيكا الكم التي لولاها ما كنت تحمل هاتف نقال معك اليوم. أما النظرية النسبية فكانت سابقة لعصرها، حتى يقال إن أينشتاين لو عاد للحياة اليوم ما راح يصدق أن نظريته حققت كل هذه الكشوفات والاختراعات العلمية اللي نشوفها اليوم. لكن شو هو التأثير الكهروضوئي؟ في العام 1887 لاحظ العالم الألماني هنريك هرتز بعد أن سلط الضوء على كرتين حديديتين مشحونتين، لاحظ سهولة انتقال الشرارة الكهربائية بينهما، فاستنتج أن هناك علاقة ما بين الضوء والكهرباء. وفي الوقت اللي كانوا العلماء يعتقدون فيه أن الضوء عبارة عن موجات أو جسيمات، فإن أينشتاين وضع القواعد الصحيحة لاعتباره عمومي، وهذا ساهم في فهم ميكانيكا الكم. عرفون هالكلام متى قاله؟ في عام 1905 لما كان عمره 26 سنة فقط. في نظريته اقترح أينشتاين أن الضوء مكون من جسيمات تحمل طاقة تختلف باختلاف لون الضوء، سميت فيما بعد بالفوتونات. وللتقريب فقط، هالفوتونات عبارة عن قطع أو حبات من الطاقة الضوئية. وقال في النظرية أن الفوتونات تستطيع تحرير الإلكترونات من ذرات المعدن عند ارتطامها من خلال توفير الطاقة اللازمة لذلك. ومع تحرر الإلكترونات اللي هي أصلاً جسيمات تحت ذرية مسؤولة عن انتقال الكهرباء وسيرها في المعدن ينتج التيار الكهربائي. حد بيقول يا أخي كلام طويل ومعقد، شو الفايدة منه؟ هالنظرية تعد الأساس لاختراع التلفزيون والكاميرا الرقمية وحتى كاميرات هواتفكم. في عام 1917 شرح أينشتاين شو اللي يصير للمادة لما يسلط عليها الضوء وكيف تتفاعل الفوتونات والإلكترونات، وبعد شرح مطول خرج بنظرية تسمى النظرية الكمية للشعاع، وصارت هي الأساس لتكنولوجيا الليزر اللي اليوم تستخدم في تطبيقات الصواريخ الحربية الموجهة إلى أجهزة كأجهزة قراءة الأسعار في المحلات اللي يسمونها باركود ريدر. خلونا نرجع إلى العام 1905 اللي قدم فيه أينشتاين الجزء الأول من نظريته النسبية وسماه بالنظرية النسبية الخاصة. ترجع هذه التسمية لأن النظرية تنطبق على حالات خاصة فقط وليست شاملة، بما يكفي لتكون قانوناً كونياً عاماً. تقوم النظرية النسبية الخاصة على مبدئين، أولهما أن قوانين الفيزياء تنطبق بشكل موحد على جميع الأجسام اللي تسير بسرعة ثابتة واتجاه ثابت، وهذا يعني أن ما في هناك جسم في الكون يمتاز عن غيره بأي خواص معينة كقوانين فيزيائية خاصة فيه مثلاً، فأي جسم يمكن تحديد موقعه وقياس حركته بالنسبة لجسم آخر فقط. بعطيكم مثال، لما تمشي سيارة بسرعة 100 كيلومتر ما نقدر نقول أن سرعتها 100 كيلومتر فقط، لا، لابد نقيسها بالنسبة لأجسام ثانية. يعني إذا شخص واقف ففعلا سرعتها 100، لكن إذا سيارة ثانية جنبها سرعتها 80 كيلومتر الموضوع اختلف تماما.
المبدأ الثاني هو أن سرعة الضوء ثابتة وتساوي تقريباً 300 ألف كيلومتر في الثانية في الفراغ، وما تتغير هذه السرعة أبداً أينما كان مصدر الضوء أو حركة الشخص اللي يستقبل ذلك الضوء. لو كنت راكب سيارة تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، وفي داخل السيارة كان شخص يرمي لك كرة بسرعة 50 كيلومتر في نفس اتجاه السيارة، وفي شخص ثالث راكب وياكم عنده جهاز يقيس السرعة مثل الرادار ووجه جهاز للكرة وانتو ترمونها علشان يقيس سرعتها، كم بتكون سرعتها؟ 50 كيلومتر. لكن ليش؟ لأن أجسامكم ثابتة في داخل السيارة، أو بالأصح بالنسبة إلى السيارة، والسبب هو أن سرعة السيارة ثابتة لم تتغير. الآن لو الشخص هذا نزل من السيارة ووجه الجهاز ناحية الكرة والسيارة تسير بالسرعة نفسها، تعرفون كم بتكون سرعة الكرة في الجهاز؟ 150 كيلومتر. ليش؟ لأن سرعة السيارة بالنسبة لهذا الشخص صاحب الرادار تغيرت الآن وأضيفت إلى سرعة الكرة. ملاحظين جملة بالنسبة إلى؟ لهذا سميت بالنظرية النسبية، أي أن سرعتنا تتحدد دائماً بالنسبة لأجسام أخرى. يقول أينشتاين أن كل جسم يحمل وقته معه، ولما تزيد سرعة الجسم يتباطأ زمنه، يعني السيارة اللي تتحرك وقتها يسير بسرعة أقل من سرعة الشخص الواقف. وفي عام 1971 جابوا ساعتين ذريات، هذا النوع من الساعات دقيق جداً، حطوا واحدة على الأرض والثانية في طائرة تجارية، وانطلقت الطائرة تدور حول الكرة الأرضية متجهة مرة للشرق ومرة للغرب، ولما وصلت اكتشفوا أن توقيتها كان أبطأ من ساعة الأرض بأجزاء من الثانية، مما أثبت نظرية أينشتاين. باختصار، لما تزيد سرعة الجسم ينقص الزمن، ونظرياً لو استمرت سرعته في الازدياد حتى تصل إلى سرعة الضوء بيتوقف الزمن، ولكن قال أينشتاين لا شيء تفوق سرعته سرعة الضوء. بعد ذلك انتقل أينشتاين إلى إضافة الجاذبية إلى نظريته، فبدأ بالعمل على معادلات جديدة ما بين عامي 1907 و 1915، وخرج إلى العالم بنظريته النسبية العامة، وتخيل أن الزمان والمكان نسيج منحني. الأقمار الاصطناعية في نظام GPS ترسل إشارات كهرومغناطيسية تسير بسرعة الضوء، وعلشان ما يعطيك جهاز GPS خطأ في تحديد الموقع المطلوب لازم يحسب الوقت بدقة متناهية ما تزيد نسبة الخطأ فيها عن 50 نانو ثانية. النانو ثانية في الثانية الواحدة تساوي ثانية في 31 سنة تقريباً. تذكرون لما قلنا قبل شوي في النظرية النسبية الخاصة أن الزمن يتباطأ لما تزيد السرعة؟ طيب، القمر الاصطناعي في منظومة أقمار نظام GPS اللي تدور حول الأرض بسرعة 14000 كيلومتر وعلى ارتفاع 20000 كيلومتر، الساعات اللي في هذه الأقمار أبطأ من الساعات اللي على الأرض، يعني هناك فرق في التوقيت بين ساعة القمر الاصطناعي وساعة GPS اللي عندك في تلفونك أو في جهاز GPS. تعرفون هذا الفرق إن لم يصحح كم بتكون نسبة الخطأ في تحديد المكان؟ 10 كيلومترات. شو يعني؟ يعني مثلاً أنت رايح إلى وجهة معينة اليوم بتوصل، بس في اليوم الثاني بتوصل على بعد 10 كيلومترات من هذه الوجهة، ولكن بفضل نظرية نسبية لأينشتاين يأخذ نظام GPS بالحسبان فرق التوقيت بين ساعة القمر الاصطناعي وساعة جهازك ويعملهم كاليبريشن أو يقوم بحساب فرق التوقيت يوصلك إلى وجهتك بالدقة اللي نشوفها اليوم. ومن نتائج النظرية النسبية الخاصة معادلة أينشتاين الشهيرة حول الطاقة والكتلة E=mc². المعادلة تنص على أن الطاقة والكتلة صورتان لشيء واحد، ويمكن أن تتحول الكتلة إلى طاقة والطاقة إلى كتلة. هذه المعادلة شكلت الأساس اللي قامت عليه العلوم النووية وكل تطبيقاتها، اللي من أهمها محطات توليد الطاقة النووية والقنبلة النووية.
لكن هذا ما يعني أن أينشتاين صنع القنبلة النووية، لأن معادلته الشهيرة حول الكتلة والطاقة تفسر فقط كمية الطاقة اللي يمكن أن تتولد في القنبلة النووية، لكنها لا توضح أبداً كيفية صناعتها. بل أن أينشتاين تأثر جداً لما قام الأمريكان بإسقاط القنبلة على هيروشيما. لما سمع الخبر قال ويل لي. تمتع أينشتاين منذ صغره بخيال واسع جداً ساعده لاحقاً في إجراء تجارب علمية بحتة كان من الاستحالة تطبيقها في الواقع، ولكن كانت ممكنة في عقله هو فقط. حتى قبل فترة الموجات الجاذبية اللي ضج العالم لما اكتشفها العام الماضي كانت هذه إحدى نظريات أينشتاين صوره وطرحها قبل 100 عام من الاكتشاف. من أشهر مقولات أينشتاين: لو لم أكن فيزيائياً لكنت موسيقاراً. في طفولته لم يولع ألبرت أينشتاين بالفيزياء والرياضيات، بل كان مولعاً بالموسيقى فأتقن عزف الكمان والبيانو. كانت الموسيقى عند أينشتاين أكثر من مجرد طريقة للاسترخاء، بل كانت مثل آلة الزمن اللي سافر بها في تجاربه وتأملاته العلمية. واستوعب أينشتاين الموسيقى بالبساطة نفسها اللي استوعب فيها قوانين الطبيعة، وقال ذات مرة: يبدو لي أحياناً أن موزارت لم يبتكر موسيقاه الخاصة، بل اكتشف أنها موجودة أصلاً. تعالوا نبسط الأمر ونتخيل الزمكان على أن قطعة مشدودة من القماش، وأن كوكباً كبيراً يقع في المنتصف. بنلاحظ انحناء القماش حول الكرة أو الكوكب من جميع الاتجاهات. لو الآن قمنا بوضع كرة أصغر على القماش ودفعناها، فإن هذه الكرة الصغيرة حجماً سوف تتبع انحناء القماش وتتدحرج باتجاه الكرة الكبيرة. هنا قال أينشتاين أنه بناء على هذا الكلام، فإن وجود الأجسام العملاقة مثل النجوم والمجرات سوف يؤدي إلى انحناء الزمكان، ويؤثر في حركة أي جسم صغير يمر بالقرب منها حتى الضوء نفسه. ليس هذا فقط، بل إن معادلات أينشتاين أظهرت أن أي جسم يمر بجانب الأجسام الكبيرة اللي تحدث جاذبية قوية حولها يمر الوقت بالنسبة له بشكل أبطأ من الأجسام الأخرى البعيدة، وهذا ببساطة لأن الكتلة تحلي الزمكان. وش اللي يصير؟ يكون الزمان والمكان مختلفان بالنسبة لهذا الجسم المتأثر. وعرف أينشتاين الجاذبية على أنها انحناء الزمكان، مش قوة شد بين الأجسام مثل ما قال نيوتن. يعني أينشتاين عدل على كلام أحد أعظم عقول الفيزياء في التاريخ، ولذلك قال لصديقه ماكس بلانك أحد مؤسسي ميكانيكا الكم، قال له: لا تنشر كلامك، لأن حتى لو كان صحيح فلن يصدقك أحد. بس أينشتاين كان مؤمن بأن تقديس الأفكار والأشخاص شيء لا يجوز، لابد أن لا نقدس شخص ولا فكرة، خصوصا إذا كانت علمية، وبالتالي كل الأفكار العلمية خاضعة للنقد والتمحيص. بعد وفاة أينشتاين عام 1955 احتفظ العالم توماس هاربي بدماغ أينشتاين آملاً أن يكشف السر خلف عبقريته. لكن هاربي ما لاحظ أي فرق في حجم دماغ أينشتاين عن متوسط دماغ الإنسان العادي، فشو سوى؟ قام بتصويره وبعدين قام بتجزئته إلى 249 قطعة لتبدأ رحلة جديدة للكثير من علماء الأعصاب عشان يحاولوا يكشفون عبقرية أينشتاين. وفي عام 1985 لاحظ الدكتور ماريان دايموند أن في دماغ أينشتاين هناك خلايا عصبية أكثر من المعتاد. هالخلايا تعمل كموصلات كهربائية وترفع من كفاءة عمل الدماغ علشان يحلل مسائل حسابية. لكن السؤال اللي لين الحين ما نقول إجابة: هل كانت عبقرية أينشتاين نابعة من اختلاف دماغه عن الآخرين، أم أن دماغه اختلف لكثرة ما مرنه على التفكير والتحليل؟ هناك من يعتقد بأن أينشتاين كان بعيد جداً عن تحديات عصره، وكان حبيس نظرياته وكتبه وتغافل عن حربين عالميتين دمرتا أوروبا، لكنه أثبت أن الانشغال بالعلم والأبحاث والتفكر في الكون لفهمه وفك ألغازه هو في الحقيقة الأساس لبناء الشعوب والدول والحضارات. وبعد مرور 100 عام على اكتمال النظرية النسبية، يبدو أن أينشتاين بأفكاره ونظرياته ما زال يسهم في تطوير حياتنا للأفضل، ويدفع بعجلة العلم حتى تستمر في الدوران.
حجر القديم.